مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الرابع الإعدادي. وصلنا إلى page 8، إلى صفحة 8. changes، تغيرات. read and match the topic sentences to the paragraph below. اقرأ وصل the topic sentences، مقصود بها هاي الجمل، to the paragraph below، إلى راح نسويها match إلى الكلمات أو إلى الباراجرافات الموجودة هنا A, B, C, D. Okay. The number of American university students learning French is falling. زين. The number of American university students بمعنى طلاب الجامعة الأمريكية أو عدد الطلاب الجامعة الأمريكية اللي هم يتعلمون French فرنسي is falling، يعني قل عددهم، ينزل عددهم. زين، راح نربطها مع C. In 1980, 3,285 students received a university degree in French. عام 1980, 3,285 طالب، okay, استلم شهادة من لغة فرنسية. And 4,331 received a degree in Spanish. و 4,331 استلم شهادة وين؟ باللغة الفرنسية. In 2002، okay، في عام 2002، only 2,396 students receive a degree in French. But 7,243 completed a degree in Spanish. لكن 7,243 أكملوا دراستهم، أوكي، يعني شهادتهم باللغة الإسبانية. Many people in United States prefer to study Spanish. الكثير من الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية يفضلون دراسة اللغة الإسبانية because they think it is more useful. يعني هي يعتقدون إنه هي أكثر useful، مفيدة. طبعاً حالياً اللغة الإسبانية تعتبر هي اللغة الثانية بالعالم. زين. خلي نقرأ 2. Many students travel abroad to get a degree. الكثير من الطلاب يسافرون للخارج حتى يحصلون على degree، يعني شهادة. Learn a language، يتعلمون لغة. Or learn about a new country، أو يتعلمون عن new country، يعني عن البلد الجديد. رح نربطها مع B. The UK is one of the most popular destinations. The UK هي United Kingdom، المملكة المتحدة. هي واحدة من destinations بمعنى الأماكن. هي واحدة من أهم الأماكن popular، يعني الأكثر شعبية. For example، على سبيل المثال، the number of Indian students، عدد طلاب الهنود studying in the UK، اللي يدرسون بالوين قلنا بال United Kingdom، المملكة المتحدة، is rising. Rising بمعنى يرتفع، يعني عددهم يرتفع. In 1999، عام 1999، it was 3,000. But in 2004، لكن عام 2004، it was 15,000 يعني صار عددهم ب 2004 15,000، لكن عام 1999 كان عددهم 3,000، اذا زاد. زين، نجي على 3. It is difficult to say exactly how many languages are spoken in the world today. انه من الصعب ان نقول بالتحديد كم لغة are spoken، يعني يتحدثون بها في العالم اليوم. رح نربطها مع A. Most experts think that there are around 6,800. أغلب الأكسبرتس الخبراء يعتقدون أنه هناك حوالي 6,800. But the number of languages in the world is going down. لكن عدد اللغات بالعالم ينخفض. Linguists say there will only be 3,000 by 2,100.
linguistics يعني اللغويين أصحاب اللغة، قالوا بأن هناك راح تكون 3000 لغة فقط، أوكي، بعام 2100. This is because هذا بسبب people prefer to learn the most common languages. الناس يفضلون يتعلمون أكثر اللغات common يعني عامية أو محلية أو متداولة. So they can communicate with others. حتى يقدرون يتصلون مع بعضهم البعض. Read newspapers. يقرون صحف من البقية البلدان and use the internet. ويستخدمون الانترنت. 4. The number of people learning Arabic at university is going up. أعداد الطلاب اللي يدرسون العربية في الجامعة يرتفع. راح نربطها مع D. It went up from 5,000 students to 12,000 students. Went up يعني ارتفع من 5,000 إلى 12,000 طالب. Between 2009 بين 2009 and 2013 إلى 2013. Most people who study Arabic معظم الناس اللي يدرسون عربي learn it at university يتعلموها بالجامعة. Then go to an Arabic speaking country بعدها يذهبون إلى بلد متحدث باللغة العربية to practice speaking and listening حتى يمارسون لغتهم speaking يعني بالتحدث والاستماع. خلصنا من صفحة 8، انتقلنا إلى صفحة 9. Choosing a summer program اختيار summer program برنامج صيفي. زين. What do you need to think about when you choose a summer program؟ ماذا تحتاج أن تفكر عندما تختار برنامج صيفي؟ شو الشيء لازم تفكر به لما تختار البرنامج؟ Skim the leaflet. Does it mention your ideas? Skim بمعنى ألقي نظرة على النشرة. Does it mention your ideas؟ هل هي مذكورة الideas مالتك الأفكار هنا؟ راح أبدي أقرأ وترجم. How to choose a summer program؟ كيف أختار برنامج الصيفي؟ The number of people taking part in summer study program is going up all the time. عدد الناس take part يشاركون بالبرنامج برنامج الدراسة الصيفية is going up يعني بارتفاع all the time كل الوقت. Choosing a program can be confusing. اختيار برنامج ممكن أن يكون confusing. Confusing يعني مربك، ممكن أنه يكون مربك for both لكلا parents يعني الأم والأب الوالدين and children الأطفال. That's why you need to think carefully. هذا why لذلك عليك أن need تحتاج أنه تفكر carefully بحذر before you make your choose قبل أنه تختار اختيارك أو قرارك. Here are some questions you should ask yourself. إليك بعض الأسئلة اللي هو أنت لازم تسألها لنفسك. What are your learning goals؟ ما هو الهدف الأساسي أو الهدف من التعلم؟ Some summer programs have classes. بعض البرامج الصيفية عندهم دروس in all subjects بكل المواضيع to help you حتى تساعدك prepare for school حتى تساعدك انه تتحضر للمدرسة in autumn وين بالخريف. They can help you بإمكانهم انه يساعدوك improve in all subjects حتى تطور نفسك أو تقدم نفسك بالمواضيع. ملاحظة إذا أنا شوية سريعة بس أحاول إنه يعني أكمل المنهج وياكم حتى ما أتأخر عليكم، لأنه إذا أحكي على كيف معناته المزيد من الفيديوهات المزيد من العمل وهذا احتمال يأثر عليكم. بإمكانكم إنه كل ما أكمل جملة شوية توقفون الفيديو حتى تلحقون تكتبون الترجمة. إذا ما لحقتوا عيدوا آخر جملة أو آخر دقيقة أنا قلتها حتى تكتبون.
يلا نرجع نكمل قراءة. Others are specially for students who want to learn or practice a language. Others, آخرين, are specially بشكل خاص for students, إلى الطلاب اللي wants, اللي يريدون to learn or practice a language, يتعلمون أو يمارسون اللغة. There are programs, هناك برامج, that have classes all day, اللي عندها صفوف كل يومية, يعني دروس كل يومية. For people, للناس, who need to make a lot of progress quickly, اللي هم ماشي يريدون to make, يصنعون a lot of progress, الكثير من التقدم. Progress يعني تقدم. Quickly بسرعة. Other programs offer classes. بقية البرامج تقدم classes, دروس أو صفوف, only in the morning, فقط في الصباح. So you can visit interesting places. لذلك إنه أنت بإمكانك إنه تزور الأماكن interesting ممتعة, as well as studying. As well as كذلك studying تدرس, يعني تدرس فيها مو بس تزورها. What do you like doing in your free time? ما الذي ترغب أن تفعله في وقت الفراغ؟ طبعا هذا السؤال الثاني اللي أنت لازم تسأل نفسك به. إحنا مو قلنا هذا السؤال الأول, هذا السؤال الآخر. You can do different activities. You can do different activities. بإمكانك إنه تفعل نشاطات مختلفة. In a city, وين بالمدينة. Than in the country, من البلد. يعني أنت ممكن تسوي بالسيتي بالمدينة أكثر مما بالبلد. If you like doing, إذا أنت كنت تحب sport, رياضة, or enjoy being in a quiet place, أو تستمتع بكونك مكان هادئ, you should choose, عليك عليك أن choose, تختار a program, برنامج in countryside. Countryside يعني الريف, okay. But if you like going to museums, لكن إذا أنت تحب تذهب إلى museums, المتاحف, or the cinema, أو السينما, choose a program in the city. اختار برنامج بالمدينة. So you might get bored. You might get bored, يعني حتى لا تمل. You might, يعني ربما, get bored, يعني يصير عندك ملل. How do you learn best? كيف تتعلم الأفضل؟ Some people like to be in small classes. بعض الطلاب يحبون أنه يكونون بصفوف صغيرة. Where they can get plenty of attention. المكان اللي يحصلون به الكثير أو العديد من attention, يعني الاهتمام. يعني لما يكون على طلاب أقل فالمدرس يهتم, يعني الطلاب قليلين أكثر مما يكون طلاب هواية. And help from their teachers. و help يعني يساعد المدرس معته. Others work better in large groups. Others البقية يعملون أفضل مع large group, يعني group كبير أو مجموعة كبيرة. Where they can share their ideas. Share ideas يعني المكان اللي يشاركون به أفكارهم. With a lot of other people. مع other people, مع الناس آخرين. يعني بعض يفكر لا, أنا أروح صف بهواي طلاب حتى يكون لي فرصة أنه أشارك أفكاري مع بقية الطلاب. Think about what type of class you like. فكر أي نوع من الصفوف أنت تريد أو الدروس. And find out, واكتشف, about class size, حجم الصف, in the program, in the programs, في البرامج you are interested in, اللي انت مهتم بها. Study programs, ادرس البرامج, are an exciting way to meet new people. دراسة البرنامج أو البرامج exciting way, هي طريقة حماسية أو ممتعة
لكي تقابل الناس. learn حتتعلم new things and have fun، حتتعلم أشياء جديدة. have fun يعني تستمتع. if you choose right program، إذا اخترت program صحيح، you will have a fantastic time، سوف تحصل على وقت ممتع. طبعا for more information، لمزيد من المعلومات نعطينا هذا الموقع. راح ننتقل إلى القواعد، جدا مهم هذا الموضوع. adjectives بمعنى صفات اللي تنتهي بed يعني تكون نهايتها ed، والadjectives اللي تنتهي by-ing. use adjectives with ed، نستخدم الصفات مع ed to talk about how a person feels، تحدث عن كيف يشعر الشخص. نستخدم الصفة اللي منتهية بed حتى نستطيع انه نتكلم عن احساس الشخص. use adjectives with ing، الصفات المنتهية بing to talk about a person، نتحدث عن شخص او place او مكان or thing او شيء. that makes them feel that way، that makes them يعني اللي تخليهم او تجعلهم يشعرون بهذا الشكل. هسه من المثال راح نعرف. سامي is very interested، سامي هو interested مهتم in history، بالتاريخ. هذا منتهي بed، okay؟ شوف interested و interesting اثنيناتهن adjective. استخدمتهم الed لأن أنا دو أوصف سامي، سامي عاقل. أنا وصفت إن هو interested، إن هو شخص مهتم. بشنو مثلاً بالتاريخ؟ وصفت الإحساس مالته. لكن الثاني he thinks، هو سامي نفسه يشعر The British Museum، المتاحف البريطانية، is very interesting، جدا ممتعة. الانترستينج على من ترجع؟ ترجع عن الميوزيوم، المتاحف. فأم الING وصفت لي شنو place، وصفت لي مكان. لكن أم الED وصفت لي الفاعل العاقل. وهذا الفرق بين الصفات المنتهية بING وED، وموضوع جدا مهم. راح ننتقل إلى lesson 2. أي الموضوع هنا مضارع مستمر. put the verbs in practice into present continuous، ضع ما بين الأقواس هاي الأفعال في زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر قاعدة ما تفاعل okay، زادا is أو are أو am زادا فعل b-ing. the number of tourists is going up. tourists بمعنى السياح، عدد السياح is going up يعني في تزايد أو تصاعد. حطينا is going up، حتقولون شلون مو هاي جمع؟ أنا ما أحكي، أحكي على النمبر، أوكي؟ نمبر مفرد، انتبهوا. أنا أحكي على عدد. لو كاتبة numbers كان حطيت are going up، لكن هنا number واحد، رقم واحد. The number of people who live in London، عدد الناس اللي يعيشون في لندن is rising، في ارتفاع. Travel costs are falling، some more people can visit other countries. Travel costs، تكاليف السفر are falling يعني يقل، okay؟ تقل التكاليف. So more people can visit other countries، لذلك أكثر الناس بإمكانها أنه تزور country، البلدان الأخرى. فأر فلين. 4. The number of Europeans who don't speak English، أعداد الأوروبيين اللي ما يعرفون يحكون لغة إنجليزية is falling، في falling يعني في تنازل، يعني يقل. Sales of computers، sales يعني بيع الكمبيوترات are rising، يرتفع. The number of people who don't have a computer، the number of people، عدد الناس اللي ما عندهم computer is going down. Going down يعني انخفض. مثل ما قلت لكم كل الأفعال هنا وكل الأزمنة هو المضارع المستمر. انتقلنا إلى lesson 2 page 4. write a word from the books on each line. Look at student's book page 8 to help you. باختصار
مطينا أفعال 1 2 3 4 أربع أفعال يريد من عندي أسويها جمل. زين أنا تقريبا نفس الجمل اللي استخدمتها سابقا نفسها بإمكاننا أنه نستخدمها بهذا التمرين. يلا راح نبدي نحل ونترجم. Rise بمعنى يرتفع، go down يعني ينزل، go up أيضا يرتفع، وفل ينزل أو يسقط. زين sales of computers، بيع الكمبيوترات are rising يعني في ارتفاع، يعني النسبة مال بيع مال الكمبيوترات قاعد ترتفع. The number of European who don't speak English is falling، عدد الأوروبيين اوكي او اللي يعيشون خلينا نقول باوروبا who don't speak English اللي ما يتحدثون اللغه الانجليزيه is falling يعني دا ينزل اوكي يعني العدد مالتهم دا يقل. The number of students is going up in UK، عدد الطلاب is going up في ارتفاع في UK. ممكن نكتب UK university يعني بالجامعات الموجوده بUK بكيفكم ممكن تحطوها هيك ايضا صحيحه. Yeah. The number of people who don't have a computer is going down، عدد الناس اللي ما يمتلكون كمبيوتر is going down يعني في تنازل أو في تناقص. هذا كان حل التمرين. راح تختلف الإجابات من مدرس المدرس ومن طالب الطالب ومن مدرسة المدرسة. انتقلنا إلى التمرين اللي بعده. يريد من عندي هاي الكلمة أشوفها noun أو verb. Is company a verb or a noun؟ هل كلمة company هي فعل أو اسم؟ أنا رأسها راح أجاوب It's noun، هي اسم، لأن company بمعنى شركة. How many syllable does it have؟ من كم مقطع تتكون؟ 3، ثلاث مقاطع. راح تسألون شنو المقطع؟ المقطع هو حروف العلة الموجودة بالجملة اللي هي أيضا الوقفات، يعني أقول company اوكي ده اوقف ثلاث مرات الـ O والـ A والـ Y. 3. Which word mean the same as company؟ أي كلمة مشابهة لكلمة company؟ هي firm. firm بمعنى شركة. 4. How do you write the plural؟ كيف تكتب الجمع؟ هي companies. الجمع مال company companies. من المهم حتى تعرفون الجواب الصحيح لازم تعرفون كلمات معاني الكلمات، لأن إذا ما تعرفون هو شيرد من عندكم ما راح تعرفون تحلون، يعني إذا ما تفهمون النص السؤال هو شيرد من عندكم ما راح تعرفون تجاوبون. إذا من المهم إنه ندرس معاني حتى نقوي من لغتنا الإنجليزية. راح ننتقل إلى 5. دي write the words in the books below in your notebook in alphabetical order، اكتب الكلمات الموجودة في الحقيب في الأسفل بالترتيب الأبجدي، يعني من A إلى Z. زين أنا رأساً رتبتها، راح أقرأها لكم وأترجمها حتى نختصر الوقت. الترتيب كالآتي: careful بحذر، click أنقر، communicate بمعنى اتصل أو يعني الاتصال بين شخصين أوكي التواصل، diary يعني دفتر المذكرات، election بمعنى انتخاب أو اختيار، icon هي الأيقونة، interpreter مترجم، password هي الرمز السري، software هو البرمجيات أو نقدر نقول هو برنامج في العقد الإلكتروني، solution هو الحل. إذن أنا رتبتها مثل ما قلت لكم بالترتيب الأبجدي راح يكون بهذا الشكل. ننتقل إلى التمرين اللي بعده. Skim the leaflet and tick the topics you find، يعني ألقي نظرة على النشرة and tick واختار topics you find، التوبكس المواضيع اللي أنت وجدتها. أنا رأساً حليت size of program، حجم البروجرام اوكي طبعا هذا ورا ما تقرون النشره الموجوده عندكم كتاب الطالب راح تحلون، راح نختار صح اوكي. راح نختار انجلش كلاس دروس اللغه الانجليزيه، راح نختار ميوزيامز
المتاحف، وراح نختار سبورتس رياضات، وراح نختار كلاس تايمز أوقات الدروس. انتقلنا من صفحة 5 إلى صفحة 6. زين، خلي نبدي نحل. Read the leaflet on student's book page 9 again. أقرأ النشرة الموجودة بكتاب الطالب صفحة 9. Match the beginnings and ending of the sentences. صل بدايات ونهايات الجمل. زين، أنا الآن راح أقرأ، تكونوا أنتم قارين صفحة 9، يلا تجون تحلون هذا التمرين. Number 1. If you choose a large program. إذا اختاريت برنامج كبير، راح أربطها مع B. You can share your ideas with a lot of people. بإمكانك أنه تشارك الأيدياز الأفكار مع الكثير من الناس. طبعاً أنا شو راح أربطها؟ راح أربطها بما يتوافق مع المعاني أيضاً. أوكي؟ يعني ورا ما أقرأ صفحة 9 أكيد أنا راح أجي بما يتوافق مع المعلومات والمعاني. زين. You can get information. تستطيع الحصول على المعلومات F. By emailing us. Emailing us يعني إرسال إيميل لنا أو بريد إلكتروني. At summerprogram@summer.edu اختصارا لEducation. إذن هو مطين هنا عنوان. أوكي. إذا أريد نتواصل وياهم نرسل رسالة إلى هذا العنوان. 3. If you choose a program in country. إذا اختاريت برنامج in the country بالبلد هذا. D. You will be able to do more sports. راح تكون قادر على أنه تعمل رياضات أكثر. Some study programs. بعض من برامج الستدي يعني القراءة أو الدراسة. A. Are for people. للناس who wants practice speaking a language. الناس اللي تريد تمارس لغتها. Speaking يعني هو محدد بتحدث باللغة. زين. 5. You can improve your English. بإمكانك تطور إنجليزيتك مع C. If you do. إذا أنت سويت a specialist language. يعني لغة تكون خاصة. Study يعني دراسة خاصة للغة. Program برنامج خاص لدراسة اللغة. بإمكانك أنها تطور لغتك. 6. If you choose a small program, إذا اختاريت برنامج يكون صغير, you will get more help from the teacher. سوف تحصل على مساعدة من مدرسك. كملنا من التمرين B ننتقل إلى C. C, complete these sentences with words from the books. أكمل هذه sentences الجمل مع الكلمات الموجودة عندكم. بالبوكس قصده بهذا الحقل. ملاحظة قبل تحلون لازم ترجعون تدرسون الأدجكتيفز، الصفات اللي تنتهي بإيه دي والصفات اللي تنتهي بآي إن جي. أني شرحتها لكم بكتاب الطالب. زين، أنا أيضا راح أشرحها لكم هنا باختصار. بالبداية خلي نقرأ ونترجم وبعدين أقول لكم أنا ليش اختاريت أم الإيه دي ما اختاريت أم الآي إن جي. Exciting طبعا هي والإكسايتد متحمس. Boring bored بمعنى ممل. هنا قاعد تجي نفس المعنى. أوكي، بس واحدة منتهية بإيدي والأخرى منتهية بإيدي. كذلك tiring tired. أوكي، اثنين نفس الصفة لكن واحدة منتهية بإيدي والأخرى بإيدي. Excited excited. Bored boring. وهكذا. زين، خلينا نجي إحنا راح نتفق اتفاقية اللي تنتهي بإيدي. معناته أنا دا أوصف شخص ما، شعور شخص ما، person. أما الـ ing كأنه دا أوصف مكان أو دا أوصف شيء قد يكون مو عاقل، بس أهم شيء هو مو وصف لشخص. I didn't sleep much last night. لم أنام جيدا ليلة الماضية. And now I'm tired. وأني الآن متعب. أنا اختاريت من إيدي لأن أنا دا أوصف نفسي، حالتي هسه، الفيلينج مالتي، أنا متعب. We had a very tiring day. كان لدينا يوم متعب. شوفوا أنا وصفت اليوم
اليوم كان متعب. tiring day. اليوم كان متعب. لذلك استخدمت بالing. We went to two museums in the morning and played tennis in the afternoon. ذهبنا ل two museums لاثنين من متاحف في الصباح. We played tennis ولعبنا التنس in the afternoon. Afternoon يعني بالظهيرة لعبنا التنس. 3. I wanted to play football. أنا أردت أن ألعب كرة القدم. But it rained all day. لكنها أمطرت طوال النهار. And I had to stay at home. وكان علي أن أبقى في البيت. I was very bored. أنا كنت جدا bored ملان. شوفوا هم استخدمته من إيدي لأني دا أوصف حالتي آني. آني كنت كلش ملان. 4. There is no action in that film. It's boring. الفيلم أنا دا أوصف الفيلم. الفيلم شنو ممل. لذلك الفيلم هو مو عاقل. لذلك استخدمته من ING boring. زين. She is excited. هي excited متحمسة because she is going to the UK. يعني هي راح تروح إلى ال UK هي United Kingdom المملكة المتحدة for the summer من أجل الصيف and she will learn a lot of new things وسوف تتعلم الكثير من الأشياء. 6. The football match was exciting. الماتش هو اللعبة يعني لعبة كرة القدم أو مباراة كرة القدم كانت ممتعة. شوفوا أنا استخدمت مول آي إن جي ليش؟ لأنه أنا بدي أوصف شيء أصلا هو مو عاقل. The score was very close. Score يعني النقاط. Very close يعني كلش قريبة. Until the last minute حتى آخر دقيقة. هذا فقط أوكي حل التمرين. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وانتظروني في درس جديد.